يقول حدث نقاش بيني وبين زوجي بسبب إهمالي لبعض الواجبات المنزلية، بحجة أن عندما ننتقل إلى بيت جديد سأقوم بكل شيء، فأقسم بالله إذا انتقلنا إلى بيت جديد ولم أقم بواجبات البيت، أقسم بالله إذا انتقلنا إلى بيت جديد ولم أقم بواجبات البيت فإني مطلقة بالثلاث، ويترجعني إلى بيتي، هل هذا طلاق معلق أم يمين؟ على أي حال هذه أو تلك فهو يمين، وعليه أن يكفر كفارة يمين، وبالله التوفيق.